احنا عايزين عندنا لعيبه نبتدي اللي هي في الوجه البحري والابل نجيبهم في النادي، بيبقى في اقامه في الفندق، في رعايه، في نظام غذائي كويس، في حتى تعليم. فكان من المجموعه اللي ظهرت، كان انا فاكر كويس يعني محمد صلاح قال في لعيب أو كويس قوي واشول، واحنا شايفينه حاجه هيبقى حاجه كويسه. الحقيقه كان مره بقى باختبارات، كل المدربين اللي دربوا محمد صلاح كان لهم بصمه معاه. كابتن حمدي نوح كان له بصمه كبيره جدا، لان هو اللي استقبله كان بيتدرب معاه فتره بدري قوي الساعه 6 الصبح، وكان بيديله المهارات الفرديه والتدريبات الخاصه. كابتن سعيد الشيشيني كان له دور ان هو يعدل مركزه، كابتن رضوان. الحقيقه مش عايز انسى حد، كانت منظومه متكامله لغايه ما ابتدى. احنا كان لنا برضو كنادي ان احنا بندعمه عشان يبتدي يخش المنتخبات ويبتدي يظهر ويبتدي. واعتقد انه حسب كلام حضرتك اخذ فتره الاول لتجهيزه حتى يستطيع ان يؤدي بشكل جيد في الدوري الممتاز. صحيح. يعني عشان نقل اداؤه من مرحله الاداء في انديه الاقاليم الى الاداء في دوري الاضواء وعلى مستوى نادي المقاولين. هي نقطه مهمه جدا، والحقيقه كان تحسب لكابتن رضوان شجاعه ان هو بيشركه، هو لما تمش 16 سنه في الدوري الممتاز مع مجموعه اخرى وظهرت كلها المجموعه بشكل جيد. فابتدى بعد كده بقى ما ابتدى يتالق، وكانت التجربه ان احنا بين ان هو بقى ابتدت تيجي له عروض. لا احنا قلنا ليه ما يكونش عندنا لعيب محترف، واحنا ما عندناش كنادي المقاولين الضغوط من الجماهير اللي هي اللي تصعب مهمه خروج اللي هو أي لان احنا انا كنت موجود في الوقت ده، كان اتقال عليه على المقاولين ان هو بقى خلاص يعني هيكتفي نشاط الكوره، ابتدي بيبيع اللعيبه، خصوصا ان احنا ما كانش موقف الفريق وما كانش موقفنا كويس في الدوري. يعني لا احنا ساعدنا، وكنا الحقيقه قعدنا عشان يتعمل العقد بشكل كويس، وعقد كان في جوانب كتير من الاحترافيه دي. كانت خبراتنا كمقاولين عرب في صياغه العقود الدوليه فادتنا بشكل كبير، وان احنا يعني ابتدى بقى اما راح هناك كنا احنا بنتابعه، كان في متابعه.